بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنكمل الكلام في سلسلة المحاضرات عن أهوال يوم القيامة، وكنا نتكلم عن أصناف من الناس كانوا ظلموا أنفسهم في الحياة الدنيا بما وقعوا به من الذنوب والمعاصي والخطايا، ولم يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. وجمعنا بعض الأحاديث التي جاءت بهؤلاء الأصناف ماذا يحصل بهم يوم القيامة، يعني كيف حال هؤلاء بعد ما ينفخ في الصور ويقفون على أرض المحشر. مين مذكر؟ من ذكرنا من هؤلاء؟ حدا مذكر ولا؟ قلنا اللي ما بيأدوا الزكاة شو بيجي يوم القيامة؟ شو بيجيون؟ ثعبان. أقرأ: له ذبيبتان، له ذبيبتان، يأخذ ماذا؟ بشدقي مانع الزكاة، ويقول له: أنا كنزك أنا مالك. مين ذكرنا أيضا؟ نعم، أئمة المضلون ذكرناهم أيضا، أن سواء الحكام الفاسدون المفسدون أو من يدعي العلم وهو يريد ماذا؟ الحياة الدنيا. من أيضا ذكرنا؟ مين فيه غير أن نتكلم عن غاصب الأرض؟ ذكرنا أصناف أيضا ثلاثة: لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، عددناهم. قلنا في الشيخ الزاني، يعني الكبير بالسن ويقع بالزنا. قلنا الملك الكذاب. قلنا العاق لوالديه. قلنا أيضا مدمن الخمر، وعددنا أصناف. اليوم نتكلم عن غاصب الأرض. شو يعني غاصب الأرض يا ربيع؟ أيضا ذكرنا الديوث. مين غاصب الأرض؟ يأخذ ماذا؟ غصبا أرضا ليست له، مثل على طريق المطار على الطيارة ما فيها تنزل، كانوا حاطين تقرير على التلفاز، يوجد أناس غاصبين أراضي للدولة، حتى وصلوا إلى المطار فبيقول لك بده تنزل الطيارة في المدرج، ما بتقدر تنزل دغري، تصير بدها تقدم تنزل على مسافة أخرى، حتى لك أكثر من ذلك عملوا مدرج آخر حتى ما تصطدم الطائرة ماذا؟ بهذه البيوت. هذه البيوت غاصبة لأرض ليست لها، هذه أرض ليست له، بأي حق يغتصبها هذا الإنسان؟ أكثر من ذلك، إذا اغتصبت أرض وتبني عليها دار عبادة، اليوم في فشخة دار عبادة، أرض للبلدية كمان تم الاستيلاء عليها وبناء دار العباد، كيف ذلك؟ ما بيجوز شرعا أنت تغتصب أرض ليست ماذا؟ ليست لك، الشرع والدين لا يقول لك ذلك. أو عندما بالحرب، كما نعلم الناس تم تهجيرهم بالحرب، و فرجع هذا بده ياخذ بيته، شيب بقى مين يطلع؟ اغتصب هذا البيت بده خلو. طب بأي حق انت بدك تريد ان تأخذ خلوا والبيت ليس لك، وانت دخلت بغير اذن وتم استيلاؤك على هذا الارض؟ هذا الغصب. الغصب ان تأخذ شيئا ليس لك بالقوة. بماذا؟ بالقوة، ما قدر أنت تظهره بالقوة يستلي على ذلك، وعلن، يعني هو عارفين وما معه أصلا أي دليل، هو عارف أن هذا الشيء ليس له، ولكن بالقوة يستولي على ذلك. فهذا الإنسان غاصب الأرض، قال الحبيب صلى الله عليه وسلم بحقه: من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة
إلى 7 أراضين. يا لطيف، خسف به يوم القيامة إلى ماذا؟ إلى 7 أراضين. وقص على ذلك أي أمر كمان رعاد الأرض منه إلك، يعني تليفون مثلا، هاتف، يجا واحد أخذه بالقوة منه إله وعلنا. تقول شو الفرق بين السرقة وبين الغصب؟ أنه هذا كمان عم بياخذ، الحرامي السارق عم بياخذ شيء منه إله. هذا كيف بياخذ السارق؟ بالمخفي، بالخفاء. هذا الغاصب يا لطيف عنده جرأة ووقاحة أكثر، أنه علنا أيوة عم بيجي ويستولي على ذلك ويضع يده على ذلك. بقولك جيبني ما بدك، خليه يجي ياخذ التليفون مثلا، ما بدي اعطيك هذا لك وما اعطيك. ماذا تفعل؟ قال ان لم تستطع ان تاخذ حقك منه في الدنيا فيوم القيامه سوف يطوق وسوف يحاسب لانه اخذ حق غيره غصبا، يعني خصما عنه، بتعبير العوام عم ياخذ خصما عنك هذا الشيء، وهو هذا الأمر ماذا؟ ملك لك. طيب إذا أنت يوم بالدنيا بقوة يمكن السلاح، بقوة النفوذ والسلطة، وقدرت تفعل ذلك، قال يوم القيامة لا تستطيع أن تفعل شيئا، ما في لا واسطة، لا في قوة سلاح، لا قوة سلطة، لا وجاهة، لا، بل على العكس هؤلاء مرمى عن المتكبرون والمتجبرون والبطاشون. شو بيصيروا؟ كأمثال الذر صغار النمل، يطأهم الناس بأرجلهم. أداوة كبر في الدنيا يوم القيامة بصير كأمثال ماذا؟ الذر. هذا الذي يأخذ حق غيره. وأيضا بينتبه الإنسان وإن كان عرضا، أي حقوق يأكلها يا لطيف، سواء حق زوجته أو حق أقاربه بالميراث. يقول لي كيف حق زوجته؟ بالمهر، ربما طلقها ولا يريد أن يعطيها حقها أي المهر، ولا ما بروح على المحكمة بثبت الطلاق إلا لا تتنزلي عن المهر، ولا فوتي بدعاوي وفوتي خليك لا مطلقة ولا معلقة وبأجر فيها. فربما هي قهرا ماذا تفعل يا محي الدين؟ تروح تمضي. قال ولكن مكرها هنا، هذا أكل حقه وكأنه اغتصب هذا الحق. حق الورثة كيف؟ إذا كان والله هذا الشقيق أو هذا الولد كان يمكن مع أبوه بالمصلحة، هو عم يدير المصلحة والأموال بإيده، ومات والده يا لطيف ما عنده دين، بقول لك يلا قبل ما نعمل حصر إرث بصير بشيل من شو؟ من رأس مال الشركة. هذا مين شو هيعرفون؟ بيعمل يلا حسابات ولا أهون تزوير الحسابات على لا من شاف ولا من دري. طب أنت هون اغتصبت أكلت مال مين؟ الأشقاء. إذا أنت في الدنيا ولا ما قدروا عرفوا يمكن بس ما قدروا يثبتوا أي أمر، طب يوم القيامة ماذا تفعل وماذا تقول لله سبحانه وتعالى؟ ذو الوجهين. من هو ذو الوجهين؟ عنده وجهان من قدام من وراء. قال شر الناس، اسمعوا كلام خطير، شر الناس يوم القيامة المتلون الذي لا يثبت على حال واحدة، لا يثبت على حال واحدة ولا على ماذا؟ على موقف واحد. قال فيأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. يا لطيف، بوجهك ما شاء الله، شو على الوجه هذا اللي تصبحت فيه اليوم؟ شو على القمر؟ صباحنا اليوم فل وياسمين
وانت هون بتخجل بطل تعرف شو بدك تقول له، تستحي انه نازل فيك ماذا؟ غزل. برم من هون مشي نزل مثلا على الباركينج السياره، شاف جاره الثاني قال له فلان ابو فلان من صباح اليوم تصبحنا فيه، الله يستر الله اذا صار معي حادث من وراه. يا لطيف، ما هلا انت الصباح الفل والياسمين وكذا و لك هذا يا لطيف ذات الوجهين. هدول في منهم يا لطيف، بتقول لي في منهم، وخاصة بالتجارة وفي العمل، بالتجارة وبالعمل حدث ولا حرج. مثلا واحد مثلا بده شغلة قطعة بده عم يبرم عليها، بفوت والله معلم وكيف ما وهذه قد ايش بخلينا بنشف لك ريقك وكذا، ان شاء الله بنرد لك خبر، بروح عند واحد ثاني كيفك كذا، والله كنا عند فلان بس لقيته نصاب بقول كذا، قد انت هتحسب لنا اياها؟ راح نسفه ريق. وهذا قد عم تقول له كذا هلا حاب انت تبرم تشوف هون هون، بس ما تجي تمثل وتقول عنه نصاب وحرامي وكذا. هيك هو على قد موفي ما على قد وقفي عليه القصه. او بعض الموظفين اذا رب العمل يعني صاحب العمل يا عبد طرده من الشغل، لما كان بعده بالشغل حبيب قلبي يا معلم وكذا وشو بدك يا معلم، وبيفتح له باب السياره بلمع له الازاز وبغسل له الموتسيك ما شاء الله. صار خلاف قال له والله هي حقك كذا يعطيك العافيه، بيروح هداك بقى بصير شو بيمسح الارض بمعلمه، ما بيخلي كلمه ولا هذا ما بيجوز. يعني انت عم بتمثل كنت من الاساس، اذا كان والله عم بتقول هالصفات عم بتقول عنه يمكن بخيل، عم بتقول اكل لي حقي، عم بتقول كذا من الاساس، انا كنت عم تشتغل معه اعتذر قول له معلم انت اكل لي حقي ليه بس اعتذر منك بلشت الغيبه والنميمه وغيرت وجهك. روى البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد، شو يعني في الأدب المفرد؟ إمام البخاري نعرف عنده كتاب صحيح البخاري جامع الصحيح، بس عنده غيره من الكتب، منها كتاب اسمه الأدب المفرد. حتى تعرفوا لما نقول في الأدب المفرد يعني مش بصحيح البخاري، كتاب شو اسمه؟ الأدب المفرد. في الأدب المفرد وغيره أي من الكتب، عن عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه، وما أدراكم ما عمار، من أمه؟ السيدة سمية، أول شهيدة في الإسلام. لا سيدنا بلال حطوله على صدر الحجر، بس كمان عذب سيدنا عمار. فأمه لسيدنا عمار هي أول شهيدة في الإسلام، وعم نقول هذا الكلام من أجل النساء وأمهات الآن المسلمين والمسلمات، من قدوتهم وماذا يفعلون. هلا بتقول لك أنا الأولى بالبوكيمون، صار بالليفل 30 أو 40 أو شو الأولى حققت إنجاز ما شاء الله، أنا الأولى بشو بالأرجيلة تخلص نفسين ثلاثة. طيب هل أنت الأولى بتحفيظ أولادك والله قرآن جزء عما بتحفيظ الأحاديث، الأولى في الدعوة، الأولى بأنت عم تحفظ القرآن بالذكر شو هم اليوم نساء الأمة؟ شو عبي ايوه شو الاهتمامات؟ اليوم احد الاخوه بعت على الواتساب قضيه الايباد والتليفونات قد ايه خطورتها على الاطفال، وقالك لان الاب والام ملتهين، الاب بالعمل وبيجي بالليل يمكن تعبان بياكل كان بيقعد على التلفاز او بيقعد على التليفون، والام ايضا منشغله بالواتساب وبال عم بتصور حالة وعم بتصور الطبخة وعم بتصور ما بعرف وين عم تعمل شوبينج، وهذا واقع اليوم للأسف. هون واجب أيضا على الخطباء والعلماء يبينوا ينصحوا، لأن هذا اللي عم بيصير. الاهتمامات اليوم مختلفة عن حال السلف،
وعن حال الصالحين وعن حال الصالحات. الآن صدق نفوت يعني مع كل البيوت، كل بيوت أغلب بيوت بتلاقي كل ولد شو له آيباد، وفي للأم آيباد وللأب آيباد، والتليفونات كل ولد معه تليفون. خي بعده عمره 8 سنين 7 سنين شو محمل ليه تليفون بعد عمره 7 سنين؟ لشو عم تعوده على التليفون بعد صغير؟ ما بحاجة التليفون. يعني هذه نسميها فخفخات بدون عازي صراحة، بدون حاجة عم تعوده لهذا الولد بدون حاجة. برجع بقول لك والله ما عم نلحق مصروف وما بعرف كذا، طب انت فاتح حالك مصاريف بدون حاجة، فاتح حالك مصاريف بدون حاجة. وين المصيبة؟ انه والله بتعمل لزوجة بلوك. صدق من يومين اجوني ناس طلاق اللي عملت لي بلوك على الواتساب. ترى كفان شو القصة شو صاير؟ قال لي ما بدي ياني اعرف وين عم بتروح وين عم تجي، عملت لي بلوك. قلت لي ما خصك. هلا حسب القصة في حق عليها كبير. هي بتقولوا الآن كثير بضلوا بيسألوا وبضلوا وين عم بتروحي وين عم تجي لا إفراط ولا تفريط، ما عاد داعسة بده يسألها، بس كمان ما لها حق إنه هيدي الزوجة كمان ما ترد على زوجها، يمكن هو بالغ. قلت لها بس مش هيك الحل يعني بيكون، يعني نقول لها ما هيك الحل بيكون. فتخيل حياة زوجية بين زوجين كيف قائمة ما مع بلوك السكرين. يا لطيف. وكله وراء شو كمان الهواتف، انه قال لي بيجي على البيت بلاقيه على التليفون، انه هو ليه صار يسألها كثير وكذا. قال لي بضل قاعده على التليفون مع مين عم تحكي كذا، بتقول له هذه خصوصيتي. فهون صار اجى الشك، هذا اجى الشك شو في ذلك. حاله ثانيه حاطت كلمه سر للتليفون، هو ناس ثانيين حاط باسورد مشان ما تسطع التليفون كمان. قال بتفتح له التليفون بتشوف. قامت قالت له طيب انا رح اشيل الخط حطه على اباري انا وما بعرف شو اعمل. هلا بتكوني طالع اذا بتشيلي التليفون. شوف تهديد سامسونج ومسمسمين تليفونات و فتخلص انت بهيك حالات مشاكل اجتماعيه. هذا صراحه هيك تجينا حالات على دار الفتوى بهذه الامور. يا لطيف. تخيل انه قد ايه في للاسف مشاكل اجتماعيه من وراء هذه الامور للاسف. فجبنا على الكلام كنا عم نقول سيدنا عمار بن ياسر ووالدته هي سميه واول شهيده في الاسلام، وكيف بدها تكون نساء الامه، ووالده ما اسمه؟ احو قدامكم ولو شو سكتوا كلكم. عمار بن ياسر مكتوب اسمه، سيدنا ياسر اسمه. ايضا استشهد تحت تعذيب سيدنا عمار، اكره على الكفر وعذب فنطق بها بلسانه ولكن قلبه مطمئن بالايمان، قلبه مطمئن بالايمان. راح عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له هو عم يبكي، ما بك يا عم؟ قالوا يا رسول الله نطقت بالكفر. قالوا نعذبوني. قالوا كيف وجدت قلبك يا عمار؟ قال مطمئن بالإيمان. قالوا وإن عادوا فعد. سبحان الله، على لسان وانت قلبك مطمئن بالإيمان لا يقع الكفر. في أسباب اللي هي الإكراه، والإكراه من سميل الملجئ، يعني تحت الضرب والتعذيب الذي سوف يؤدي إلى الموت. مش والله هيك صاحوا بوجهه او عيطوا، لا. ونزلت الايه الكريمه باي سوره؟ الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. اي سوره؟ النحل. في سوره النحل نزلت الايه الكريمه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان.
فهذا استثناء. ولذلك قال العلماء إذا الإنسان تلفظ بالكفر ما تجي تغري أنت تكفره، بدك تشوف إنه والله عبد الله تلفظ أدي كافي خيروك، قل له ليه تلفظت شو صاير؟ الأغلى حط الفرد براسي في إكراه ملجئ. أو إذا إنسان يستفتي، إذا قال العلماء ناقل الكفر ليس بكافر، ناقل الكفر ليس بكافر، كيف يعني؟ يمكن عبارة فيها كفر عبيجي يقولها بس هو منه مؤمن بها ولا معتقد، عبيجي يسأل أنه ما حكم هذه العبارة، وقال لا كفرت وخيروه شو كفرت من شيء شو عم بفعل، عم بستفتي عم بسأل شو حكم هذه العبارة، فهي جرت على لساني ولكن عم يسأل. وهون بنشوف قضية خطورة التسرع بالتكفير والعياذ بالله. عن عمار بن ياسر رضي الله عنه وعن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له وجهان في الدنيا كان له لسان من نار يوم القيامة. يا لطيف، كان له لسان من نار يوم القيامة. هون خطورة في الناس بيمدح بقول هذا عنده لسان معسول بنقة عسل، بس عسل بشو؟ سنديان ولا شو هالعسل هيدا؟ إذا زاد وجهي قال لك هيدا كيف بتجيبه؟ بيجي واقف ودغري بيقلب، شو دغري بيقلب؟ قال لي لسانه بيطاوعه، قال لي يا بيمسح فيه الأرض يا بيطلعوا على السماء بيرفعوا 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 يا بينزلوا تحت الأرض بلحظة واحدة بيقلب. بقول هذا لسان من نار يا لطيف، يعني هذا ممثل يا لطيف، هذا منه صادق وهذا كاذب وهذا ذات وجهين. الحاكم الذي يحتجب عن رعيته، شو هذا موقفه يوم القيامة؟ روى أبو داود وابن ماجه والحاكم بإسناد صحيح عن أبي مريم الأزدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولي من أمور المسلمين شيئا فاحتجب دون خلتهم وحاجتهم. خلتهم بفتح الخاء، شو يعني؟ يعني ما يطلبون أيضا من أمور وما لديهم من حاجات، دون خلتهم وحاجتهم وفقرهم، قال احتجب الله عنه يوم القيامة دون خلته وحاجته وفاقته وفقره. بيمس الحاجة الإنسان بيكون يوم القيامة بيكون فقير وبده رحمة رب العالمين وهذا يحجب عنه. ليه؟ قال لأنه في الدنيا ولي أمور الناس، ما خدم الناس وما قام بالمسؤوليات الواجبة عليه وما أعطاهم الحقوق، مثل الآن يا لطيف أدي الآن في حكام وأمراء ووزراء ونواب وملوك في الأرض وفي الدول، طبعا ما هو شغلته هاي، شو أنت انتخبته ليقبض؟ يعني مثل الآن بيطلعوا لك نواب وبلزقوا وبيمددوا لحال وعبيقبضوا وما بيجتمعوا، خي انت شو عم تقبض؟ ما في اجتماعات وما في ومرافقين وكله حساب مين؟ حساب الشعب. طب هذا بده يعذب، بده يعذب شو يوم القيامة. وهنا أيضا عدا أيضا الحاكم أي إنسان مسؤول وواجب عليه صاحب شركة أو عمل أو وفي كمان حقوق بده يعطيها وعم يحجب هذه الحقوق عن أصحابها كمان بده يسأل يوم القيامة. لذلك دائما الإنسان بأي موقع فيه مسؤولية بده يحاسب نفسه محاسبة شديدة، بأي موقع كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كل واحد كل إنسان، الزوج حتى الزوجة وإنه بالعمل والحاكم ووضع بمكان بده يجي يسأل ماذا فعلت؟ أنت كنت بمكان كذا وعليك مسؤولية واحد اثنين ثلاثة، شو عملت فيها؟ هل أديت أم لا؟ هل ظلمت أم لا؟ هل عدلت أم لا؟
وقفوهم إنهم مسؤولون. شغلة ما نهينة أبدا. هل أنت عندك القدرة؟ لذلك مرة تكلمنا عن الزواج وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة. قلنا الباءة الاستطاعة، منها المال مزبوط، بس كمان تحمل المسؤولية. هتقدر أنت تتحمل هذه المسؤولية، البيت والمنزل والزوجة والأولاد، ولا ما تستطيع؟ في مسؤوليات. الذي يسأل وله ما يغنيه. يا لطيف، شو يعني يسأل وله ما يغنيه؟ قال: يبعث الله عز وجل من كان يسأل الناس وله ما يغنيه. قال: وفي وجهه ما يشوهه من كدوش، يعني خرمش وخموش، وفي علامات على وجهه. كيف يعني هذا؟ شو كان يعمل هذا يا محدين؟ بيجي بقول لك: معلم بدي حق الدواء، ابني مريض، ما معنا ناكل، خلص المعاش، انت بتشفع عليه كذا، تعطي، تقول يعني عنده عائله وكذا، حرام. هو شو؟ كذاب معه. بسألك يلا هيك شو نسحب من المعلم؟ شو بتسحب منه؟ انت سحبت هون بغير حق، عم بتقول ما معك وشو وتطلب وانت معك. اذا صادق صادق، ما في اشكال. قال لي: لا، هذه طريقه لزيد المعاش. يعني منها طريقه يا وسام، هذه طريقه حلال. طريقه تزيد المعاش تيجي بتقول له: والله معلم معاش ما مقديني، المعاش قليل، و عم بيشتغل اوفر تايم، ما عم بتعطيني. مش تكذب وتقول ما معك وانت معك. او مثل يا لطيف اللي بيحملوا الادويه ابواب، مش كلهم حتى ما نتهم الجميع، البعض يقفوا حاملين كراتين دواء ورشتات، وعندي فحوصات وعندي كذا وعندي ما بعرف شو وما معي، وهو بيكون معه او معه، بس اخذينا شو هذا الامر يا خالد؟ شو بيكونوا اخذينا؟ مصلحه. بيعرف خالد نهار الجمعه ما ان سلم التسليم الاولى بصير صوتهم بقلب الجامع، بصير صوتهم بقلب الجامع، عم يضربوا على بعض، هذا عندي دواء، هذا ما بعرف شو، هذا الى اخره. بقول لك في منهم صادقين، بس الاغلب للاسف عم يكون يمتهن ذلك. له ما يغنيه وعنده المال، ولكن يكذب لحتى يقول لك انا عايش من وراء ذلك، ما بيجوز. لذلك بدنا ننتبه دائما لما انت بدك تيجي تعطي الصدقه، عم تدفع صدقه، لمين عم تدفع هذه الصدقه؟ هل من يستحقها ام لا؟ والاخطر الزكاه، ما فيك تعطيها دغري لمين ما كان. والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. في سائل، بس مش سائل هذا له ما يغني، في سائل صادق ألجأته الحاجة وتأكدت أعطيه، بس في ناس محرومين، في ناس محرومين. من هم؟ قال: الذين لا يفطن لهم الناس، ما بينتبهوا له، عندهم عفة ولديهم عزة، لا يسأل وهو بحاجة. شو بيحسبهم الناس؟ الناس بيحسبوا لك أغنياء من التعفف، مش تكبرا بس متعفف. في عائلات مستورة متعففة بحاجة، ربما ليس لديها الطعام، ليس لديها ثمن الدواء، ليس لديها أجار المنزل، وما بتسأل، سبحان الله، وهي بحاجة شديدة، ما بتطلب وهي بحاجة. هلك هؤلاء اللي ما عم بيطلبوا واللي ما عم بيسألوا، وانت عرفت فيهم، او حسب المعلومات التي لديك اسأل نفسك: والله فلاني مات زوجة أرملة، وبحياة زوجة يعني
ما كان مع أنجا يأكله ومات زوجة وعائلتها فقراء معروفين بالمنطقة مثلا أو هذه كيف عايشة لوحدك ساعدها. قال لها هي ما اجت دقت الباب وقالت بدها مساعدة. هي ما تخلي الناس تنزل يا لطيف. مرة ذكرنا لكم قصة انه احدهم قرع بابه فاذ بصديق له طلب منه مال فدخل واتى له بالمال واعطاه اياه. فشو صار يعمل يا محي الدين؟ صار يبكي. مين صار يبكي؟ يا وسام اللي فتح الباب والأخذ المصاري وراح، اللي دفع. ليه صار يبكي اللي دفع؟ زوجته قالت له إذا كنت ستبكي أعطيته كل المال فلما أعطيته إياه؟ كم جمع كل المصاري جمعهم شو عمل؟ أعطي إياهن. قال لست أبكي على ذلك، ما عم ببكي أنا لأن أعطيته كل المصاري. قالت له لكن لما؟ فقال لأني أحرجته بالسؤال ولم أفطن إليه فأقوم أنا بإعطائه المال. الله أكبر، سبحان الله. إنه هذا صديقي وهذا كيف أنا ما انتبهت وما حسيت إنه هو بحاجة؟ شوف قد ايه المحاسبة الشديدة هون، الرقي. بس طبعا بده ينتبه هذا الإنسان إنه والله لما عم يعطي هذا المال عم يعطيه لله، إنه مش إنه والله عشان ما يقول صديقي كيف ما، لا، إنه لله، إنه كل النية لله، مش إنه لحتى أحسن ما يعاتبني أو أحسن ما يزعل مني أو إنه أنا هنا عم بعطي ماذا؟ لله سبحانه وتعالى. ففي ناس صادقين محتاجين فهذا الذي هو غني لديه ما يغنيه، وما ضروري غني غني بس مكتفي، عم بقول مني مكتفي وما عندي طعام أو ما معي مال وعم يطلب. قال هو يأخذ حق غيره، يأخذ حق غيره. يعني نقول إجا لأخونا محدين 500 دولار، حدا أمنوا قالوا له الله زي خير 500 دولار وزعنا بمعرفتك. فأجا واحد يا لطيف من هؤلاء يسأل وله ما يغني، فشيل 100 دولار وعطيها نقصه ووزعهم. طيب هال 100 دولار راحت وكان في مين يا خالد؟ في حدا بحاجة لهذه 100 دولار. جيت أنت أخذت حق من؟ أخذت حق غيرك. لذلك كمان هون بين هلالين عدا من هالمسألة يسأل له ما يغنيه، أوقات في ناس سبحان الله تجي بتسأل بأشياء يعني منا ضرورة. مثل شو يا أبو نوح؟ مرة هيك إجت وحدي عدار الفتوى قال بدها مساعدة. لشو يا حجي بدك مساعدة؟ ليه بدها مساعدة؟ تروح تسهر؟ لا، ما بدها تروح على تركيا. تركب شنوطة للسيارة. بدها والله هذا مبلغ من المال، لا عندها مستشفى ولا عندها فحوصات ولا عندها دواء ولا عندها كذا ولا عندها ولا ولا ولا. شو عنده؟ أنا عم بسألكم. أجار بيت ضرورة. بيجوا ناس عرس ابنهم. بتضايق، أنا مش إنه كذا، إنه عم تسأل إنه مين حدا بيقرض حدا كذا، يعني هذا العرس. بيجوا ناس بيتدينوا للعرس. طيب هتفوت نفسك بقرض طويل عريض
أو أهلك أو مين ما يكون، ما عندك قدرة، ستوب، ما تفوت نفسك بدوامة بتحمل نفسك ما لا تطيق. يعني هذا ولو أنت يمكن بدك تاخذهم كقرض وعتردهم قرض حسن، ففي غيرك بحاجة إلى هذا القرض الحسن، كيف؟ والله عنده عملية. اليوم في حالة مرقت معنا ناس يعني لطيف، عندهم زرع هذا بيسموه نقي العظم تاع السرطان، 50,000 دولار عملية. بيعرف أخونا محمد يعني يا لطيف هالأمراض شو بتكلف، 50,000 دولار علاج بعد بده غير العلاج. تخيل هذه عملية، بيجي هيك حالات بقول لك بدي قرض، هذا بتروح بتسعى له بقرض، بتسعى له بصدقة، بتسعى له عم تنقذ حياة إنسان، عم تنقذ له شو حياة إنسان يا لطيف. أما واحد بده يعمل عرس، دبر لي قرض بدي أعمل عرس، أو كمان مصيبة أكبر صار. هلا بين هنا لين، إذا واحد مقتدر يعمل ما في إشكال، بس طبعا يكون عرس إسلامي إذا بده يعمل. فقضية الأموال شغلة كتير خطيرة، ومما يسأل عنه هذا الإنسان، ومما يسأل عنه هذا الإنسان سبحان الله. لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن أربع، مال، عن ماله، من أين اكتسبه، وفيما ماذا، وفيما أنفقه. بدك تجي تسأل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مسألة الغني شين. هلا إذا ما محركة شوف ناس كيف بيقروها، شين شن شين، بصير بيقرأ بطل بيعرف، بصير بيقرأ كأنه صيني. شو بده ينتبه إذا ما محركة ما بيعرف شوفه كيف أو يسأل. شين في وجهه يا لطيف يوم القيامة. شين مثل ما ذكرنا يعني يوجد خدوش وكدوش في وجه هذا الإنسان الذي، نعم هذا معنى الشين والعيب، و يعني علامة يا لطيف تفضحه يوم القيامة، لأنه كان يسأل الناس وهو ماذا، بغير حاجة، وهو بغير حاجة. فالإنسان الآن خاصة في لبنان وفي زماننا بدو ينتبه خطوات اللي عم يخطيها، الأشياء اللي بده يفعلها، عنده قدرتها ما عنده قدرتها. و يعني بيجي واحد مثلا حاطط لي أولاده بمدارس خاصة 5,000 دولار و10,000 دولار، و بقول لي ما معي ادفع الأجار. طب غير له المدارس، قال لي لا بديهم يطلعوا متعلمين اللغة. أنت ما عندك قدرة، شيلهم حطهم بالرسمية، عفوا ما فيك تصير تلم لهم وبعد شوية تشحد لهم. أنت ما تكون ظلمتهم لما يكبروا، تقول لهم بابا أنا هذه قدرتي، ما عندي قدرة حطكم مدارس خاصة، يمكن أسستهم أول شيء كان عندك قدرة، بعدين دارت الأيام ما قدرت تكمل لهم تنقلهم. نفس الشيء الجامعات، ما عندك قدرة تحطه بجامعة خاصة. يعني هلا سبحان الله المدارس والجامعات لوحدها خربان بيوت، بدأ نفقات وبدأ أموال سبحان الله. فإنسان بيجي ما يورط نفسه يفوت مثله يخطي خطوة هو منه قدها، بعدين بقول لك ما عم بنام الليل وعندي هم وعندي كذا. والرسول صلى الله عليه وسلم مر معنا الدعاء، كان يتعوذ من قهر الرجال وغلبة ماذا؟ وغلبة الدين. يتعوذ من قهر الرجال وغلبة ماذا؟ الدين. لأن يقهر هذا الإنسان يجي يطالب، والصعب أنت خلصت الدراسة ابنك ما بفضل لك امتحانات، يعمل امتحانات أو بده يعمل امتحانات ما بده يعطوه إفادة أنه ناجح لحتى تدفع ماذا؟ تدفع المال. من كذب في ماذا؟
في شو مكتوب؟ حلمه 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 بفتح بالكسر بالضم، شو بتقولوا؟ شوفوا الحديث، شوفوا الحديث، من تحلم بحلم. روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل، ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو شو ما بدون هو بيجي قال صب في أذنه الآنك يوم القيامة. شو معنى الحديث؟ وهذا نختم به، حديث خطير صراحة أيضا، ممن يعذب يوم القيامة: من تحلم بحلم لم يره، أي تكلف حلما لم يره، هو ما شافه، شو عم يعمل؟ عم بيخترع، أو بتعبير العوام عم بيطير فيولي، عم بيفنس يكذب. قال لما؟ قال يتقرب من والله السلطان أو من هذا الشخص يلي عم بيقول له هالمنام. يعني في ناس لما مات الحريري الله يرحمه صاروا يجوا عند سعد الحريري وعند كذا، شفنا أبوك ما بعرف وين، وشفناه ما بعرف وين، وشفنا هلا في منهم يكونوا صادقين الله أعلم، في منهم صراحة بس وجاهة يا لطيف ورياء تحلم. شو بدك انت بقى الشغل يعني؟ بيجي شفت كذا وشفت كذا وشفت وغيره، او يمكن عند صاحب العمل بيجي الصبح: معلم شفتك برؤيا غير شكل هليك. شو بقول له؟ خير؟ قال له شفتك بالحج. هو اداك شو كون عرفان معلم مقدم على الحج او كذا؟ قال له ايه ان شاء الله يطلع اسمي او كذا او هاي $50 بشارة. هذاك لا شاف ولا يا لطيف. في ناس في ناس كمان هيك يا لطيف بيكذبوا بس ليتقرب من الآخر، إنه أنا شفت أنا رأيت أنا كذا أنا متقول. هلا الصادق صادق ما عندنا أي إشكال، ما فيك أنت تجي تكذبوا لهذا الإنسان إلا إذا في أدلة أو اعترف. من تحلم بحلم لم يره، طب شو عذابه هذا يوم القيامة؟ قال كلف أن يكلف أن يعقد، شو يعني بين شعيرتين؟ حبتي شعير بيقدر يربطهم؟ قال وهذا غير ممكن مهما حاول وتحى، شو ما عمل وشو ما سوى وشو ما بيمشي الحال ما بيقدر، ما بيمشي الحال. فبننتبه ما يجي يكذب. في بعض اوقات التلاميذ ليتقرب من استاذه: استاذ شفتك بالمنام، شفتك شو ابنك فلان، ما هو شو بكون هذا لطيف الكذاب عنده معلومات عن عيلته عن كذا، يمكن ابنه مثلا ما بيجي اولاد، شفت ابنك اجى طوم، ف بلش يفنس عليه، شفته كذا وشفت. طيب انت هذا اللسان اللي قاعد عم تخترع فيه شو هتفعل؟ اذا بالدنيا ربما حصلت مبتغاك بس بطريقه غير شرعيه، ولذلك الكذاب مرق معنا اللي بضلوا يتحرى الكذب شو بصير؟ لقبه كذابة. ذكرنا الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل يتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة. من الكذب يا لطيف قضية يجي يقول منام هو ما شايفه، وهذا نوع يعني من العذاب. سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن الذي يكذب في الرؤيا، عم بيكذب انه شفت وكذا،
فقال: أبي النبوة يلعب؟ الله أكبر. ليه؟ لأن الرؤية جزء من أجزاء شو؟ النبوة، كما جاء في بعض الأحاديث. فشان هيك ذكر العلماء أنه ليه تخصيص على عذاب الذي يكذب في الرؤية، بتقولنا طيب من كذب كذب وإله عذاب، هذا نوع من الكذب. ليه نص على هذا الكذاب في الرؤية؟ يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: أبي النبوة يلعب؟ والرؤيا يستأنس بها ولا يبنى عليها أحكام. يعني ولو رأى الإنسان رؤيا حسنة، والرؤيا هي من الله كون شيء حسن، قال ليست ماذا يعني ملزمة أو واجبة أو بده يحصل هذا الأمر بالتفصيل، الله أعلم. يعني يمكن إنسان يشوف بالرؤيا والله جاي ولد سميه كذا، بس هو سميه اسم آخر، ما حرام. شايف بده يحصل بأمر معين كذا وناطر وما صارت، هي ذاتها قال لي ما صار، يمكن هذيك استئناس يصير معك شيء قريب، أو لأن أنت مضايق من كذا شفت هالرؤية لا ترتاح. قال: وما يكون من الشيطان؟ قال: لا يحدث به الإنسان الناس. يعني الشيء اللي بيضايقه بتقوله العوام كوابيس وهذا ما يتكلم فيه. قال: وإذا قام منزعج قال عن يساري شو بيفعل؟ ينفس ثلاثا ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا يحدث به ولا يتفكر به. النوع الثالث مما يراه الإنسان حديث النفس، شغلي هو عم يفكر فيها كتير، عم يفكر فيها بصير بشوفها، بصير شو بشوفها، بشوف متقوله أشياء وكذا، أو مخبص بالأكل قبل ما ينام يقول لك إذا أكل فول أو هذا، نشوف إذا مزبوطة طبيا، الله أعلم إذا مزبوطة أو لا. فحديث النفس شغلي سبحان الله أفكر فيها كتير. يعني واحد مثلا بده يشتري سيارة رانج تويوتا مثلا، شو اسمه حنين برادو، برادو مثلا، عم يفكر فكر فكر، شو بشوف بشوف بالمنام عم يسوقه وكذا، قال لي خلص شيخ شفته بالمنام هذا هو. فما اشترى او ما كتب له، قال لي شو ما زبطت، ما انت عم تفكر فيها الشغله كل يوم عم تفكر فيها وكذا، سبحان الله يمكن ما فيها خير، ما مشي الحال تشتري شيء ثاني، او هذا بنسميه شو بقى؟ حديث النفس. لذلك مره تكلمنا عن الاستخاره، وأن لا يشترط فيها قضية الرؤية، يعني أنت تستخير بأمر، هذا أمر بتستخير فيه عم بتفكر فيه، فأنت رح تشوفه حتى يمكن ولو ما صليت استخارة، رح تشوفه حسب ما أنت من جوا بدك حابب، إذا بدك يصير أو ما يصير هذا الأمر. فشو علامات الاستخارة يا نخال؟ قلنا إما أن يتيسر الأمر أو يتعسر، وإما أن ينشرح صدرك أو ينقبض عند ذلك. نختم بس هيك للفائدة تكملة الحديث، وإن كان يعني كان الشاهد بدنا إيه قضية تحلم الحلم. قال: ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو عم يفروا منه، قال صب في أذنه الآنك يوم القيامة. شو الآنك حاج وليد؟ الرصاص المذاب، النحاس أو النحاس المذاب يصب في أذنه. مين هو هذا؟ قال لك استمع إلى حديث قوم، يعني أنت بقوله هذا بيجي بكب ديني. شو يعني بكب ديني؟ بيجي ماري إيه ثلاث أربع مرات صار شارب ماي، اثنين قاعدين عم بيحكوا في حد مرات ماي رايح جاي صب، طيب خلص خذ البراد، يعني مبين انه جاي عم يتسمع. هذا شو يعني جاي بده يتجسس يا لطيف، بده يسمع حديث قوم. او في ناس صدقا يعني شيء مضحك مبكي، تلاقيه مثلا بده يسمع جاره كبي او دايبته دغري او على الارض بيسمع،
بالليل إذا تحط دينتك على الأرض تسمع جارك شو عم يحكي. قال بحب نام على الأرض. لا هو بنام على الأرض ولا بده يتصمت؟ لا بتصير صبح على اللي بنام على الأرض بيعرف بتصير، بس هو بكون واحد ما قاصد يسمع على حسب جاره وجارة سمعها. هذه واضحة إذا جايب تعيدها للدكتور يتسمع صار هذا تنص الطبيعي. فيا لطيف هذا إنسان بده يجي يستمع لحديث قوم أو بده يتجسس أو هذا ما بيجوز كله. بس هون كمان بننبه قضية النجوة، يعني هذا خلاف الشرع التناجي، إنه والله قاعدين مجموعة ما يجوا اثنين هيك ينزووا ويصيروا يحكوا على الواطي ويوشوشوها، بصير هذاك في ريب إنه ليه عم يفعلوا هيك، بس لا اثنين قاعدين وأنت جاي أو مارق أو بالعمل بالشركة كذا قاعدين عم بيتكلموا ما قاعدين معك، ما تجي تتدخل، ما تجي تصير بدك تسترق السمع. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.